السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. نهار جديد، فيديو جديد. جيت اليوم بارطاجي معكم واحد الطارت سيترون فريمون كتجي لذيذة ورائعة، وخصوصا في فصل الصيف كنكونوا محتاجين أي حاجة باردة ومكونات موجودة في كل منزل. وقلت علاش اللي ما بارطاجيهاش مع حبايبي وصحابي. نخليكم مع الطريقة والمقادير. وإذا كنتي أول مرة كتشوف لاشين ديالي، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. على بركة الله، بالنسبة للمقادير كي كتشوفوا معايا درت هنايا 5 ديال بيومو ديال بتي بلي، وكيبقى اختياري ديروا اللي بغيتو. انا درت هذا 5، واحتاجيت جوج دانون دانيت كاراميل، ولا بغي اللي ما بغاش دانيت كاراميل ويبغى يبدل الكو ويدير غير الزبدة كيبقى اختيارية. مهم ماشي ضروري اي حاجة درناها هي اللي ديروها نتوما، اللي متوفر عندكم في الدار وعلى قدر المستطاع. كي كنشوفوا معايا غادي نهاشيه مزيان مزيان تيولي كيطحين، وغادي نزيد عليه هاد الدانون كاراميل وهنديرو كطبقه اولى ونخليه يرتاح في الثلاجه. وهانتوما معايا هنا كاضافه درت واحد شويه ديال الكاوكاو، كان عندي هرمشتو واحد شويه وزدتو حتى هو كيبقى اختياري. فوالا كي كتشوفوا معايا كيجي بحال بهذا الشكل هذا، ما كيجيناش ناشف، كيجينا شويه معلك، واي اضافه بغيتو تزيدوها كيبقى اختياري بالنسبه لكم. كي كتشوفوا معايا كتبقى هذيك الطبقه اولى فرشت في الطبسي البابي سولوفان، ودابا درت معاها طريفات ديال الكاوكاو باش كيجيو الطريفات زوينين في الكوب، وانا درتها شويه صغيره باش تجيني عاليه، وكتجي كتجينا كنحاولوا نقادوا الطبقه باش تجينا سميكه وفي نفس الوقت تجينا مقاده. على بركه الله، بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاجوا لا كريم باتيسيير، غنحتاجوا حامضه، غنحتاجوا واحد بيضه روح ديال سيترون، او واحد فاني كيبقى اختياري، ونصف كاس من سكر سنيده، ونصف لتر من الحليب. اول حاجه غنشدوا الحليب غنديروا معاه جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسيير، او نصف كاس من سنيده، ونحطوه فوق نار هادئه، ومنين ندفى واحد شويه غناخذوا منه كاس باش غادي نطربوا ديك البيضه، وعاد غادي نزيدوها عليه مع داك كاس ديال الحليب دافي، وعاد نزيدوا الروح ديال السيترون، واخر مرحله هو عصر الليمون اللي غادي نعصره. وصدقوني هاد الكريمه ديال السيترون كتجي جد رائعه، وانا متاكده الا جربتوها غتولي معتمده عندكم. ما تبقاوش ديروا شي كريم ديال السيترون من غير هادي. عاد نخليكم مع الطريقه. كي كتشوفوا معايا من بعد ما درت الحليب وزدت عليه جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسيير والروح ديال السيترون ونص كاس ديال سنيده، كنحاولوا نحركوه مزيان 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 حتى كنحسوا بسنيده دابت معانا يا ولا كريم باتيسيير، عاد نحطوه فوق نار هادئه وناخذوا منه كاس اللي غنزيدوا على هاد البيضه اللي كتشوفوا معايا. وهانتوما معايا فوالا، من بعد ما زدتوا داك الكاس ديال الحليب دافي انا دابا كنطرب مزيان مع ديك البيضه، وعاد غادي نزيدها على الخليط باش تبقى لينا اخر مرحله اللي هي عصير ديال الحامض. شفتوه هو اخر حاجه كنضيفو لهاد الكريمه ديالنا. اون فوا كتوصلنا لهاد القوام هذا كنطفيو عليها. كي كتشوفوا معايا هذه هي اخيره، كنديروها كطبقه ثانيه، والطبقه راه كتجي عاليه وعاليه بزاف. نحاول نقادوها ونرجعوها للثلاجه، او منين بغي ندير التقديمه نبارطاجيها معاكم. فوالا كي كتشوفوا معايا من بعد ما دوزت واحد ساعه ونص حتى ساعه بحال هكاك خرجتها من الكونجيلاتور، ضروري باش تشد راسها مزيان حيت خليناها في الثلاجه لتحت غادي تشد معنا الوقت بزاف. وكنحاولوا نقطعوها
ونعاود نمسحوا الموس باش ما تخسرش لينا الشوفه ديال الطبقات. غير هي خاصكم غير تحاولوا معاها وشويه عليكم. انا راه شويه حمقاتني باش عاد تقطعات، ونحاولوا معاها غير بشويه حتى تحيد معانا. هنا حتى كنجي نحيدها وكنحس بشي بلاصه باقا لاصقه، كنضطر انني نعاود نقطعها باش ما تعذبناش في التحياد. غنبارطاجي معكم دابا هذا المغصو هذا، شوفوا كي جات فريمون في المذاق كتجي رائعه، وداك الكو ديال السيترون كيجي لذيذ. وبالنسبه للحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها، كتجينا بهذا الشكل هذا. شويه الفلاش ما كيخليش الصوره تجي واضحه. وكنتمنى ان هاد لاطارت نال اعجابكم، وميم طو كنتمنى انكم تجربوها حيت فريمون تستحق التجربه، كتجي جد رائعه، خصوصا ملي كنزيدو طريفات ديال الكاوكاو او التلوس. وبصحه وراحه.